عندكم. المهم انا هناك انا والربع جاي يوم من الايام الطينه جاي يوم من الايام النفسيه شوي مهبل لي. وش فيك وش قلت ما فيني شوي. المهم نمشي بين اسواقهم اسواق باتومي الا ذاك الشايب اللي مجتمعين عنده يسمونه قارئ الفنجان اللي ياخذ كوب قهوتكم يقول كذا يقول لك انت كذا وكذا مشعوذ مشعوذه وكاهن. قالوا روح لي اعطى كوبك انا كان معي كوب قهوه اعطى كوبك خليه يعلمنا وش اللي في خاطرك هم فاهمين خطا تكهن. اي قلت يا الربع امشي تروح رب. رحت يوم خليته شوي قلت لهم يقولون عط العود فنجانك بيقراه لعله يشوف اللي تخفيه يا الفاهي. وانا شاعر لا سج غنى على ليلاه وبالنظره الزينه هو بالمبسم الراهي. يا رباه يا ذيك التفاصيل يا رباه صديقة هواجيسي مع بيالة الشاهي. عرفته هنا اللي ما عرفته عشان انساه لو ان القدر حكمه هو الامر الناهي تعيش الحروف اجمل لحظاتها بشفاه. لو كيفها تبقى بتبقى على ماهي بعد ما غدا قلبي جريح يجر عواه انا وين اودي عذره البارد الواهي. يبيني من الحين اتعود على فرقاه هذه والله اللي صدق ما باقي الا هي. صح الساعة صح الله بدنك روح ارحب الطير ثاني يقول يلزمني لي طيب ورجال.